السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يلا خلصنا بوخات ورا شوف يا مستعجل عطلك. يلا اجمد باشا طلع على الله. الله ينعم عليك يا باشا. احسن الرجال عايش الرجال. هنقول لك كده زي الفل كده. خد نفسك بس الاول وريح كده. كله على الله. لا كله على الله. مستعجل على ايه؟ ايه خد ودك ولا الدروس احنا. خد حاسب الواد الفقري ده ما تنساش تقول له يجي بكره عشان ياخد نقله الدقيق. نظبط معاهم كله تمام. حاضر. بس ايه ده؟ لا ده مش هينفع. ليه؟ مش هينفع كلامنا. مش هينفع. ايه مش هيرضى يعني ولا ايه؟ مش هيرضى يا عم. هيرضى عن ام مراجي دي عيال زباله مالهاش لازمه في الحياه. قاعده في كل حته ومتنطوره على الصفر. في ايه ده؟ ما يصدق يلاقي نقله بكام فايده. لا اله الا الله. بقول لك جشعيق. ايه؟ قال جشعيق. جشعيق. والله احنا بنتعلم منك اعمل عليه صراحه. جشعيق. هو جشعيق فعلا. بس اصلا هو احنا عشان كده ايه؟ كله بقى جشعيق كده. فالواد ده على قد ايدنا وبتاع. تعالى خد مش عارف ايه. مين دلوقتي هيعمل النقله دي باربع كارتات كده؟ مش هتفشل بعرقات. بقول لك كويس عليه. كويس ده مش لاقي نقله ينقلها بخمسة جنيه. يا عم نعيم انت مش عايش في الدنيا. انت مش واخد بالك اللي حصل امبارح ولا ايه؟ ايه حصل ايه؟ لا اله الا الله. مش البنزين غالي؟ والله ماشي. والله العظيم البنزين غالي والسولار الدنيا هتولع. لعن ابو دي حكومه يا اخي. لا بلاش لعن ابو دي حكومه. ده انا مش عارف اقول ايه بس عشان يا خبر هم لو شايفين شغلهم ما كانش يحصل اللي يحصل ده. ابو خطوه معلش بقى ربنا على المفتري. بس عشان كده احنا بنقول ايه؟ الواد ده كمان غلبان واخد بالك وبيجري على كوم لحم. ف بقول لك الناس بتاكل في بعضيها. ريحها بقى. هتساعده يابا بقى ويشيله. خلص اديله يابا. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. انت موافقه؟ يلا يا عم نعيم بقى. خلص من بوق الاسد. يا سيد بوق الاسد بس ده من قلب الاسد. ايوه. عايز صورك يا محمود. خليه يعيط. يلا شكرا ابو خطوه. بكره بقى باذن الله. بس روقها بقى وديها. مفيش دي ايدك ورجلك ولا ايه؟ عينيا يا ابو خطوه. اي بس ده انت الود ودك تشرب البنزين. يلا توكل على الله. ينصر دينك يا محروس. والنبي ما حد بيفش غلي ويطلعها من تحت ضرسه غيرك. يا محروس انت فين يا جدع؟ خد جبت لك سندوتشات شق ريقك. متشكرين قوي. متشكرين يا تيفا. بقول لك ايه؟ انا زعلان مش هتكلم معاك. زعلان ايه بس يا محروس؟ ما حصلش حاجه يا جدع. لا حصل. ازاي بقى؟ انا كده مش في مقام اخوك وبابا ولا حاجه. ازاي يعني امك تتعب امبارح وتوديها القصر ما تكلفيش خاطرك اكون معاكم؟ ازاي يعني؟ مش اخونا. ازاي يعني يا محروس؟ هو احنا لينا غيرك؟ بس كنت هناديلك ازاي يعني واحنا مصلبينك بالعافيه بعد عمله الموكوس الجعير اللي ما يسماش ده؟ بقول لك ايه؟ خصيمك النبي ده زارع ودانه تحت الارض. ما بتهتش يا محروس. يزرع ودانه مطرح ما يحب. انا ما بتهتش. وخلي بقى دكر فيهم كده يفكر يرازيني ولا حتى يمس شعره مني. ايوه يا اختي وانا في الاخر اللي بشيل. انتوا تجعجعوا والرجاله كلها تتنعرق وساعه الجد انا اللي في وش المدفع. واتضرب وانتوا تهيصوا. واتضرب وانتوا يا سلام. الله اكبر. خليك لينا يا محروس. خد كل بقى. جبت لك اتنين سكالانس وواحد بتنجان. خلي بالك بقى من الشطه اللي توحوح مني. ها امك عامله ايه؟ كويسه؟ احسن مني ومنك. ما تقوليش بقى. قولي الحمد لله. الحمد لله. خد. لا انا اكلت. كل انت يا عم محمود. اهلا اهلا يا بنت. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. ماما عاوزاك عشان تمسح السطح وتنشر السجاجيد. لا من عينيا الاثنين. وانا بس هاكل لقمه واجي وراك على طول. يا ابو سهل ابعد. كسر بقى طب هادي الياله. انت محروس ابو خطوه؟ على حسب. هو ايه اللي على حسب؟ ايوه يا باشا انا محروس ابو خطوه. يلا ركبوه. يلا يلا واخدين على فين يا باشا؟ يلا انت اطلع. ايه محروس؟ خلاص اطلع. وتقول ايه يا عم؟ مش سامع اي حد منا في المصيبه دي. هعمل يا عم ماشي. هجيب لك شيرين المحاميه هجيبها لك واجي وراك. ما تخافش يا اخوي. ما تخافش يا محروس. نيلك يا محروس. الواد ده نجمه معقد معايا كده ليه؟ يكونش اترصد وانا مش حاسه.
الحتة كلها مرصودة يا معلم. انتوا اللي كلتوا من فتة الإعلام ونمتوا في مية البطيخ. ازاي بقى يا أستاذ شعبان؟ من غير ازاي؟ زي ما كل حاجة قدامك واضحة زي عين الشمس اهي. البلطجيات بتوع زمان رجعوا من أول وجديد ومحدش قادر يلمهم. داخلية مشمرة وطايحة في الخلق. كأن مفيش ثورة قامت ولا حاجة، ولا ناس ماتت وناس اتعورت وبقوا معاها. لك البلاوي علم همك همك. يا اختي تنيلي على عيني، بقول لك انا بنفسي مشيعه له مارد عشان ينصفه ويفك نحسه. اصل اللي زي ده عايز نتايا يا ستنا مش ذكر عشان تلفق مع قرينه وينفك المربوط. نتايا؟ ايوه النبي يا بنت يا منال عندك حق، فاتت عليا ازاي دي؟ طب ده انا عندي واحده مجرمه سلكويه وشعنونه ولا بنت الملك الاحمر. امشي على طول يا باشا، انا ما عملتش حاجه. انا ولا ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ، لا مؤاخذه، معلش، اصل مش انا اللي سايق. لا مؤاخذه يا جدع، انت هدي بقى لقتنا. ايه يا استاذ انت؟ في حد يعمل ناس بالوقاحه دي؟ انت مالك انت؟ انا مالي؟ لا 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 خلاص اخوانا، صلوا على النبي. معلش هو بس كان بيقول لي يعني يتوكل على الله وهو ايده بس ربنا مبارك له في الصحه يعني شويه. لا خفيف قوي يا رحمك، خفيف قوي. اوكي خمس دقايق بالظبط وهتعرف انا ابقى مين. في مكتب مامور الياس. الوش ده يا ابني في ايه يا ابني؟ سعادتك الهاني من الصبح قاعده بتبهدل فينا ومفيش حد هاممها. شش حازم الحناوي معاون المباحث. خير يا هنا؟ انا مش هنم حضرتك، انا سلمى الطحاوي عضو المنظمه الدوليه لحقوق الانسان ومش هسكت على اللي بيحصل ده. طب ممكن بس تهدي شويه وتقول لنا في ايه؟ مفيش حاجه يا فندم. اللي حصل يا فندم ان مفيش حاجه بتتغير. لما بني ادم زي ده تتعاملوا معاه بالوحشيه دي يبقى مفيش حاجه بتتغير، يبقى بنلف نلف وبنرجع تاني لنقطه الصفر. بني ادم؟ هو فين البني ادم ده؟ انت يا ابني بني ادم؟ يا باشا سعادتك يا لالا انا ما نطقتش. من فضلك انا عايزه مكتب مأمور الاسم. اتفضلي يا هاني، اتفضلي. تعالى يا ابني. يا دي النيله السوداء في اليوم المهبب ده، ناقصنا انا حقوق انسان وقرف وده كله. ما تحملش ليهم هم يا باشا، كانوا زمان لهم عازه، اما دلوقتي بقت سبوبه واكل عيش. يا حبيبي العيار اللي ما يسيبش يدوش ويجيب صداع في النافوخ كمان. اليوم المهبب ده على الصبح ده الراجل بكتير قوي ربع ساعة ويوصل. يا أهلا وسهلا بيه، يشرف ويؤانس. هو احنا سعادتك بنسرق ولا بنسرق؟ باب سعادتك مفتوح لأي مواطن. طب اسكت بقى اسكت، حاكم أنت ساعات كده بتستغبى مخك بيضلم. بقول لك إيه يا عزة؟ أنا مش ناقصك السعادة. قولي البت فين؟ حازم بيه خدها مكتبه وطلب لها واحد ليمون. آه. وسعادتك عارف حازم بيه مزاجه عالي وتخصص كعب عالي. يا فندم لو سمحت أنا جاية هنا عشان أعمل تقريري للجنة التقييم الشرطي، مش علشان أشرب ليمون ونسكافيه ودردش مع سعادتك. طيب بس ممكن تهدي شوية عشان أنا أول مرة في حياتي أسمع عن موضوع التقييم الشرطي ده. طب يا فندم حضرتك ممكن تسألني عنها وأنا أجاوبك، مش تسألني أنتي ساكنة فين ومرتبطة ولا لأ وشعرك ده ولا باروكة. حلوة جدا شعرك ده ولا يا نهار. معلش اعتبر إن أنا شخص متطفل شوية، معلش. في الشغل يا فندم التطفل شيء عظيم، فريد سعادتك توظفه في الشغل. حضرتك لغايه دلوقتي ما سالتنيش عن تحقيق شخصيه او عن اي حاجه ممكن تثبت سعادتك. انا مين؟ لا 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 مش ورقه هتثبت لي ان كنت صح ولا غلط. ليه؟ مفيش مخ، مفيش نظر، مفيش احساس، مفيش فايده. يا فندم لو سمحت يا ريت حضرتك تقدر موقفي وتحط نفسك مكاني وتلاحظ كمان ان سيادتك لطيف جدا. اه وجذاب جدا. جدا جدا
جدا. هو ده عايزك بقى تقولي منه كتير يعني يقعد يقول الكلام ده؟ لا يا نهار اسود، هو انا قلت ايه؟ قلت اللي في قلبك. لا قلبي ايه يا فندم، انا بس بخرف بقول اي كلام، ما تاخدش على كلامي. خلاص انا اعتبرك ان انت بتخرفي، بس عايزك تفكي شويه كده. فكي في ايه؟ لا افك ايه يا فندم، لا حضرتك انا صحيح فعلا مستلطفاك شويه، لكن انا الشغل عندي اهم حاجه. ومين قال ان احنا مش هنشتغل؟ ده احنا هنشتغل كميه شغل غير طبيعيه. استاذه سلمى حضرتك. سلمى، استاذه سلمى، انا عايز اقول لك ان انا هلففك الاسم ده بلاطه بلاطه، حمام حمام، زنزانه زنزانه. هو احنا عندنا اغلى من حقوق الانسان؟ ولون عيون الانسان ورموش الانسان. لمؤاخذه يا باشا، الحمله وصلت ساعه. وغباء الانسان فيها 11 متهم جنائي وخمسه اشتباه. امشي اتفضل، اليوم في التخشيب لحد اما اجيلك يا غبي. والفيلينج بتاع الانسان